محمد الحلبوسي مثله مثل أغلب المسؤولين الموجودين في العراق بهذه الطريقة. هذه طبعا ربما قليلة بالنسبة لنور المالكي سابقا، أو ربما حيدر العبادي أو غيره من المسؤولين الذين لديهم إمكانات وسيارات وحمايات تفوق ما لدى الحلبوسي ربما بمرتين أو ثلاثة. محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وبعد انتقاد موكبه على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول تدارك الموضوع واعترف أن ظروفه أفضل بكثير من غيره مع توفير الحمايات والسيارات والمواكب في الوقت الذي ما زالت فيه النساء والأطفال بالمخيمات، عادا ذلك بالأمر غير الجائز. فنشاهد. ويجب أن تتكاتف الجهود، وأنا أول أتحمل مسؤولية كما يتحمل المسؤولية القادة السياسيين ويتحمل المسؤولية الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها بكل صنوفها، تتحمل المسؤولية في إعادة النازحين إلى ديارهم. ما يصير إحنا قاعدين هنا اليوم وظروفنا يعني أفضل من غيرنا، سياراتنا عندنا ومواكبنا عندنا وحماياتنا عندنا ومضايفنا موجودة ونسائنا وأطفالنا لا زالوا بالمخيمات. المرأة بشارب الغانم، بشارب الشيخ وبشارب الأمني وبشارب المواطن، ما يصير نسمعنا نضل بالمخيمات.